السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسلامه يا رب العالمين. كذا حد الفتره دي طلب مني، قال لي عاوزين نعمل بطاقه معلومات جوجل، وايه الشروط عشان نعمل البطاقه؟ بص يا غالي، اللي ظاهره قدامك دي اسمها بطاقه فنان موسيقي، اللي ظاهره فيها الاستماع دول وديزاير وممكن يظهر كام حاجه معاك كمان. ولو ضغطنا على اليوتيوب كده ايه اللي هيظهر معانا؟ دي اسمها قناه الموضوع، تمام؟ القناة دي تبع الفنان الموسيقي، تمام؟ طيب دلوقتي يا عمر انا مش فنان موسيقي، هعمل ليه بطاقة فنان موسيقي؟ انا هفهمك. لو كتبنا هنا عادل امام، البطاقة دي مين اللي عاملها؟ ويكيبيديا العربية. طيب هل انا يا عمر اقدر اعمل مقال على ويكيبيديا العربية؟ لا، تمام؟ الا اذا كنت مؤهل بنسبة 100%. يبقى البطاقة دي اللي عاملها مين؟ ويكيبيديا العربية. كتبنا هنا عمر يحيى. طب البطاقة دي مين اللي عاملها؟ جوجل. طب عاملها لي ليه؟ عشان انا فنان موسيقي، عشان انا بعت لهم حوالي 4 أغاني او 5 أغاني وعمل لي البطاقة دي. طب بتاخد وقت قد ايه يا عمر؟ بتاخد حوالي من 15 لـ20 يوم وبتظهر معاك في البحث. طيب لازم انا اكون مغني؟ لا. طيب هل فئة فنان موسيقي بتفضل؟ لا، انت ممكن تغيرها عن طريق مصدر من اي مصدر، يعني عن طريق اي مصدر من دول، تمام؟ بتخليها بالفعل انت عاوزها، كاتب، مبرمج، اي فئه، تمام؟ بس يكون عندك مصدر من دول. طب لو ما عندكش بتفضل فنان موسيقي او بتتغير مع الاخبار؟ طيب الصور بيبقى مليانه صور هنا زي بتاعه الزعيم؟ ايوه بتتملى، ما بيبقاش فيها صوره واحده، بتتملى صور مع الوقت. يعني لما تدخل على الصور هنا وتلاقي صور ليك، هي بتتملى كمان صور من الصور دي. طيب سؤال برضو، الاغاني دي ممكن احذفها؟ ايوه ممكن تحذف، انا احذف لك الاغاني من عندي واسيب لك البطاقه من غير اغاني، تمام؟ سؤال برضو، الـ5 أغاني دول بينزلوا فين؟ بينزلوا على جميع المنصات، تمام؟ جميع المنصات، لو بحثت على نفسك في الفيس بتلاقيهم، الانستجرام، التيك توك، اليوتيوب، جميع المنصات، وسبوتيفاي وانغامي تقدر توثقه، تمام؟ معلش التليفون تقل شويه عشان هيفصل شحن، تمام؟ سبوتيفاي فين اهي؟ سبوتيفاي وانغامي تقدر توثقه. كتبت عمر يحيى مثلا اهو، تم التحقق من الفنان. لو كتبت هنا عمر يحيى عشان تظهر العلامه بشكل اجمل من بره كده، عمر اهو، عندي حسابات كتير موثقه، ده على سبوتيفاي. طيب انغامي اهي، انغامي برضو تقدر توثق. انغامي انا بعمل لك الحاجات دي، انت كل اللي عليك تتواصل معايا على الانستجرام، بتديني التكلفه وانا بعمل لك كل حاجه. الموبايل تقل شويه يا جماعه، فعلا تقل شويه اهو، تمام؟ بوثق لك انا برضو على انغامي وسبوتيفاي، وبعتذر على بطء الموبايل عشان خلاص هيفصل، تمام؟ بتتواصل معايا على الانستجرام، تمام؟ اهو تدخل في القناة عندي في قسم حول، هتلاقي الانستجرام اهو، تتواصل معايا الانستجرام مش الفيس، والتكلفة بتاعتها مش غالية. وياريت يفضل يعني اللي عاوز فعلا البطاقة يتواصل معايا، اللي حابب يسأل انا اهو برد على كل الاسئلة. البطاقة بتتعمل لأي شخص، وزي ما فهمتكم مفيش غير مصدرين اللي بيعملوها، الفنان الموسيقي اللي عن طريق المغنيين، والمصدر التاني عن طريق ويكيبيديا. ويكيبيديا طبعا صعبة، فانا جاي لكم من المصدر التاني، وهخلي البطاقة بتاعتك زي بطاقة ويكيبيديا العربية، بس احنا بنشقلبها من فنان موسيقي لبطاقة شخص عادي خالص، تمام؟ التكلفة بتاعتها يا جماعة عشان برضو يعني انا اوضح، يعني مش غالية ولا حاجة، تمام؟ وبرضو مقابل اي شيء، يعني انا مش شرط فلوس يعني، تمام؟ احنا بنمشي الدنيا يعني، تمام؟ بعملها لك بتاخد من 10 أيام لـ20 يوم، يعني ممكن نقول 25 يوم حد اقصى خالص. ببعتها لك واقول لك طالب بيها بالبطاقه بتاعتك، وانت بتاخدها من عندك، انا ما اقدرش اتحكم غير في حذف الاغاني فقط، انت لو حبيت كده، تمام؟ كده فيديو النهارده انتهى، اشوفكم في فيديو جديد وشرح جديد في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.